أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 18 جنديا وإصابة آخرين جراء 3 هجمات انتحارية استهدفت مقر الاستخبارات الأفغانية في كابول. وقال الناطق باسم الداخلية نجيب دانيش إن انتحاريا فجر نفسه في قطاع شاش داراكا في كابول ما أدى لوقوع قتلى ومصابين. وفي الوقت نفسه استهدف هجومان انتحاريان قاعدة عسكرية ومركزا للشرطة في هلمند وتبنت حركة طالبان هذين الهجومين.